وكانت امرأتي عاقرا
الله جميل والله. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. الله. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من قال إن
أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة